هبدأ بما مضى. قول لي انت اول مره تشارك في المنتدى ولا تاني مره؟ اول مره. اول مره. انطباعاتك احكي لي، قول لي ما هي انطباعاتك عن مشاركتك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ؟ اولا شاركت في هذه المنتدى، يعني المنتدى باسمه منتدى شباب العالم، فانا كشاب من شباب العالم شاركت في هذه المنتدى، والمنتدى من شأنه أن ينشر السلام والتكاتف بين الدول. فنحن إذا أردنا أن نتقدم أو إذا أردنا أن ننشر السلام لازما نكون متكاتفين حتى تكون جنب بعض ونتقوى ببعض، لأن التفكك والتطرف لا يأتي بتقدم ولا يأتي بسلام ولا يأتي إلا بالتخريب. فلذلك نحن شاركنا في هذه المنتدى لنكون عضوا من أعضاء هذه المنتدى لننشر السلام، ولتكون هذه المنتدى بداية سلام وبداية تقدم للقمم العربية الإفريقية.